طبعا هذه الجماعة لو استطاعت أن تقلق الجامعات والمدارس بكل تخصصاتها لقامت بها من أجل تحقيق هدفها وتدريس ما تريد أن تدرسه فيما يحقق الهدف الذي تسعى إليه. إلا أن أبناءنا لن يقبلوا بذلك، وأيضا الشباب العدد الكبير الهائل يعني أكثر من 200,000 طالب يتخرجوا من الثانوية العامة لن يقبلوا بمثل هذا الأعمال وما تسعى إليه هذه الجماعة. كونها أنها تفضل قسم عن قسم آخر سواء بالعلوم الإنسانية أو بالمواد العلمية، فهذا دليل على أن لها استراتيجية معينة في استكمال تدمير العملية التعليمية. هو كل الأقسام مهمة أستاذ خالد، كل الأقسام مهمة، ولكن هنالك أهداف وموضوع هذه الأهداف وحتى تحديد العمل المستقبلي. 100% أخي العزيز، إذا لو كانت هذه الجماعة عندها شيء من الإنسانية، لا أقول إنه أما البقية فهي منزوعة منها، شيء من الإنسانية وتريد حتى تحسين ما يمكن تحسينه، لوسعت الجامعات إذا لها عذر إنه الناس أو الطلاب متجهين على الأقسام العلمية أو العكس، إذا كان العدد الأكبر متجه على الأقسام الأدبية إذا تهتم بالكليات الأدبية، لكن هذا فقط هو عذر من أجل كيف تقضي على جيل وعلى مرحلة من المراحل لتحقق هدفها، هدف خاص بها، هي تريد أن تدرس ملازم.